الثاني نبدا السنه الثانيه ان شاء الله. هنتكلم عن الاوتيزم سبيكترم. دكتوره مروه كانت فصلت في حاجات بتتأخر شوية
سنين عشان ادي شور دايكوزس للحاجه دي اللي هي حاله حساسه. However, in my cases, it is already identified as a little age. لو الحالة خفيفة وبسيطة وبس فيها شوية كرايتيريا مش كتير ومش سيفير فورم الاوتيزم لانه ديجريز. لو مش سيفير فورم الاوتيزم لا يعني ممكن نتأخر على ما نقدر نلقط الطفل ده فعلا ان هو عنده مشكلة. Approximately one third of children with intellectual disability. يعني حوالي بيكون عندهم مشاكل هو اصلا نسبة حوالي 70% من الاطفال اللي بيكونوا اوتيستيك بيكونوا الاي كيو بتاعهم فوق ال 70. فبالتالي حوالي تلت الاطفال مثلا عندهم مشاكل مينتال يعني ما بيبقى المينتال بتاعهم كويسه وفي انواع منهم بتبقى المينتال بتاعتهم فيري هاي انتليجنس يعني. Children who is very severe, language deficit receive an STD diagnosis year earlier. كل ما كان عندي مشكلة أكبر كل ما قدرت أشخص الطفل ده Prevalence of autism in 2022, one in every 100 children are diagnosed with STD. دي تعتبر احدث حاجه اتعملت قياس للبريفرنس بتاع الطفل وكان السبب برضه الفتره بتاعت الكورونا دلوقتي كانت كل الاول 6 كل 100 كنا قبلها حوالي 2 كل 1000 او يعني العدد كان اقل بكثير من كده. الارقام دي بالنسبه على مستوى العيال لكن لو جينا اماكن معينه مثلا امريكا اليونايتد ستيتس الحته دي هتلاقي الارقام دي اعلى من كده بكثير. احنا بنبدا نلاحظ ان هو حصل المعدل ده حوالي 175 عما كان موجود بس من 10 سنين. لا ده من زمان قوي ده من 1900 حاجه كده الدراسات اتعملت قالت ان اعلى معدل الاي سي تي في الغالب كان في قطر دلوقتي حاليا يعني واقل معدلات في الصف. بوينت اوكي فور وان جيرلز اي سي تي اوبن هاف انتلكشوال ديسابيلتي ده بوينت يعني لو جبت البنات بيبقى سيء جدا هو اكتر في الولاد ولو جبت البنات غالبا الانتلكشوال ديسابيلتي بتبقى عاليه قوي في البنات. السوشيال كلاسز هو مين اللي بيجيله اوتيزم؟ كل الناس بيجيلها اوتيزم. يعني مش بس عند الناس اللي ستاندرز هم اللي بيجيلهم اوتيزم والناس الهاي ستاندرز اللي العكس. ده هاي ستاندرز كمان بنلقطهم ونشوفهم اكتر لان هم اللي بيبقوا بيدوروا ان هم يعرفوا ياخدوا بسرعه. لكن الناس اللي ستاندرز اللي هم مثلا يعني مش اديوكيتد وكده فين وفين على ما بيفكروا اصلا لما يقولوا يتاخر في الكلام. هي الجريمة اللي سجلت
هي بينتها في كل الحاجات اللي يعني معظم الامراض اللي بنشوفها مرض الديزوردر اللي احنا بنشوفها خاصه الحاجات اللي بتبقى فيها نفس الحاجات فيرت روما سيتوفيرت روبرت ويت لو ابسكور كونجكت مالفورميشن اي بي او ار كومبيتابيلتي الحاجه اللي بتظهر عشان دي الحاجات اللي بسال كتير عنها الامهات حالتها الطفل بقى هل كان في حاجه حصل صوت صح ولاد ولا الفكرة ايه ان كل الديزوردر دي بيحصل معاها هايبوكسيا والهايبوكسيا من الحاجات اللي بتظهر في الفاكتور اللي احنا عاملينها اول واحده في السيوري هي سايكو دايناميك سيوري بتقول هي الام السبب ام بارده وما عندهاش ايموشنز ما بتقدرش انها تبقى حنينه على الطفل اللي هي بتطبطب عليه كتير انها بتضم ليها كتير اللي هي الفكره ان الطفل نفسه ده بيفرق كتير مع الاطفال الصغيرين في المذر مستميحه شريك شريك المذر ممكن يكونوا سبب بس دي سيوري برضه اكيد مش هي سبب الاتنسيا البلاد الشايفون هو بقى من كل سنان يكون السبب بتاع الجنيتك السبب كده ان احنا وجدنا ان لو في مثلا قصة في شخص عنده تهدف انا عندي كلام من 20-80% لسه يعني مرة زيادة ان ممكن الطفل التاني يكون عنده نفس المشكلة حتى لو الطفل اللي بعد كده ازواجه ما عندهمش لا في غالبا بيحصل عندهم كوميونيكيشن بيبقى بلدنت وانترنت كوميونيكيشن وسوشيال سكيلز حتى لو ما عندوش اي سي دي ما عندوش اوتيل الطفل التاني ما عندوش بس عنده مشكلة في الكوميونيكيشن برضه هي من زمان يعني اول لان الناس كمان بقى في اورنج شويه عن الناس اللي في مشكله ان الطفل ده لما بتتعامل فيه بطريقه معينه يبقى ده مش طبيعي ده وصل لسن كذا وما بيتكلمش ده وصل لسن كذا وبيعمل حركات تلاقي مواضيع طريقه غريبه الطفل ده ما بيعرفش يتعامل مع الناس فالناس بدات تهتم ان هو اتطور فبداوا يكتشفوا سيدنا فاشاين في دايس دي اوكو كمان في يعني وجد يعني ان في اطفال كتير بيكون عندهم جينيتك ديزوردر زي البرانكس سيندروم وفي زي داون سيندروم والريكت سيندروم الاطفال دول نسبه منهم بيبقى عندهم احتمال كبير ان هو يكون عنده اوتيزم ليتر اون لا يظهر عنده مشاكل الاوتيزم تبقى باينه فيه فهم عشان كده قالوا ان ممكن تكون ريليتد للجينيتك ديزوردر يوم كمان ميثود هم يعني برضه دي سيوري برضه ممكن يكون السبب هو السيروتونين، السيروتونين ده لما بيبقى عالي الفليفرز بتاعتها في الخدمة بتاعت الأطفال دي تحس الـ ACD يعني لما كانوا دايما بيقولوا هيجيبوا حالات الـ ACD وبيقيسوا السيروتونين لقوا عالي، بس طبعا اتس نوت سبيسيفيك فور ACD لأن السيروتونين بيكون عندي حالات المنتل ريتارديشن اللي هي بتاعت داون سيندروم بلاقي فيها السيروتونين عالي فما اقدرش أقول إن أنا هعمل تحليلي وأقيس نسبة السيروتونين في الفراغ وأقول إن ده بتاع ولا الطفل ده أوتيزم ولا لأ هي ملهاش أي علاقة هي بس جاست سيوري الطفل ده سمبر يعني وبيبي كتير كانوا بيعانوا كتير واهله مش طايقين ف معظمهم كده شفت منهم حد عادي نعم انت بس لا هو والله هو احنا قبل سنه شهور ببدا اشوف حاجات تخليني اشوف كتير عشان اقدر دايجنوز فعلا الطفل ده قدامي من اول سنه 32 فاتت احنا اتعاملنا مع حالات انا اتعاملت مع طفل الطفل ده ايه الصوره هي بنتي كمان وانا عارفاها هي دكتوره في الرئه الادبيه فهو ابنها ده يعني كان كويس خالص لغايه سنه 32 فهي كان حصل ظروف وبدات ان هي ما تخلوش تخرج بره البيت كتير وعملت بيت بره
فترة وما بقاش يتحرك، فجأة بدأ يحصل ديتريشن لكل اللانجوج والكوميونيكيشن اللي هو ابتدى. ده بقى في الآخر هو نوع من أنواع الشيء، هو مش هو نوع هو عنده علاج، بس هو لما يظهر عند سن سنتين إيه الفرق؟ لا حاجة اسمها أسباب ده. حتى لو في أي فيلم كده أو في مسلسل شفتي وهو بقى عندها روح فيلم عن الدكتور اللي هو هاي انتليجنس وبس هو أوتيستيك، هو ده أسباب ده. هو الولد ده أسباب ده يعني يظهر المشكلة عنده بعد سن سنتين، كان كويس يبقى وحش. بس يعني هي بتنصر هي كده كده موضوع هديكي طبعاً هو موضوع عنه ده ورده في الناس الناس، بس هو أكيد عنده مشكلة زي ما تتأثر أو مشكلة ثانية. Environmental factors pollution, the environment as the fair land of the people make the regulations. But the theory is effective. The environmental factors are about the health team. The maternal antibody, بس طبعا في الاخر يعني اكتشفوا ان هي مش النيورولوجيكال فاكتورز. هو واحد حاجه الطفل ده لما عمله ام ار اي كان في حاجات اناتوميكال متغيره، يعني هو مش طبيعي يعني اناتوميكال في مشكله موجوده. مثلا احنا قلنا الاطفال دول يكون عندهم مشكله في السوشيال كوجنيشن والسوشيال بيرسبشن، فهم قالوا ان المنطقه بتاعت الاميجدالا بتاعت اللوب سيستم دي في ابنورمالتي في السايز والشكل بتاعها. النيورونز نفسها في مشكله في السايز بتاعها والكونسنتريشن بتاعتها او الشكل بتاعها في الاماكن دي. يعني الليمبيك سيستم عندي مشكلة وعندي الأميجدالا فيها مشكلة وعندنا الهوتال نيرو نمبر قليلين عن الأطفال. لاحظوا كمان إن الأطفال دي بيحصل لهم أوفر جروسنج برين في الأول في أول ما بيتولدوا، بعدها مثلا يعني في الأيرلي لايف لايف بيبقى في أوفر جروس، بعد كده بيبقى في أبيسيت جروس، وبعد كده ممكن يحصل ريجريشن الجروس بتاع الديسبالماس أو الكريزي. كمان في حاجه اسمها الاف ام ار اي، ان هم لما عمل اف ام ار اي للاطفال دولت وقت ما هو التطبيق ده لو وريته صوره لحد قريب ممكن صوره المفروض لو انسان طبيعي بوريه صوره المفروض في ايريز معينه في البرين يبدا تزيد الاكتيفيتي بتاعتها. لا الطفل ده وريته صوره الاكتيفيتي ما زادتش في الاريا دي ما اتغيرش، معنى كده ان الطفل ده يعني في مشكله برضه في حته الاف ام ار اي بتاع الاطفال. Some certain factors that may make a person be at a high risk of developing ACD. يعني حاجات كده لو مثلا عندي family history being a man having certain genetic disorder they have Down syndrome, facial accent syndrome, and breast syndrome, having the old parents, extremely preterm baby لو طفل معدوم من أول 26 أسبوع، طفل لو اتولد وعاش مكمل يبقى احتمالية كبيرة إن الطفل ده يكمل أوتيستيك. Other disorders such as في حاجات كده بقى اللي حتى الطفل بقى شاكه فيه، يعني اول 6 شهور طبيعي ان الطفل هيبدا يسمعي يبتسم مجرد ما اوصله مثلا احاول عيني تيجي فيها المفروض الطفل يسمعي يبدا يسمعي في 6 شهور، الطفل ده لا ركن كده وما بيضحكش خالص. يعني الطفل المفروض ان هو بيعمل الفاكينج، الفاكينج ده اللي هو المناكات وهي بتطلع فاهمه فاهمه ده ده لا الطفل ده ما بيعملش الحاجات دي برضه، احنا كده والله دلوقتي احنا ما جبناش سنه. ما بيقدرش يستخدم التيتشر يعني كل يشاور صعبه على حاجه، ما يعرفش يشاور وما يعرفش يفهم لو انا شاورته، لو قلت له بسرعه الصوره ما يفهمش يعني ايه بسرعه الصوره، ما
ما يروحش الطفل الطبيعي يقول بص على الصوره يروح يبص على الاتجاه الجديد من الحركه دي ده ما يفهمش الحركه دي لا بيفهم الجيشر البوينتنج ولا يعرف هو يعبر بالبوينتنج عن حاجه خالص الطفل ده ما يعرفش يعمل باي باي ممكن يعمل اي حركه ثانيه بس مش باي باي يعني ما يعرفش يعمل حركه باي باي طبيعيه بتاع الاطفال الثانيه يعني الطفل ده ما بيعرفش يمسك على حاجه ايده كده ويحفظ بيها كويس السن ده الطفل ده كمان على سن 16 شهر ما قدرش ان هو يستخدم الكلمات وان هو ينطق كلمات المفروض ان هو يبدا يتكلم بعد سنه يبدا يقول بوردز ولو بسيطه ماما بابا دادا تيتا كيتو قطه بطه الحاجات يقولها لا الحاجات دي ما بتظهرش عنها هذه الكاليبريشن ديفلوبمنت ويز اني لوس اوف لانجوج او ممكن مع الطفل يتكلم وبطل يتكلم يعني مثلا كان بيقول ماما وبابا وبس Infant with autism might also avoid eye contact. Autistic people have difficulties in the following areas, and that is social communication, with interaction, with social imagination, with selective repetitive pattern of behavior, with essentially response with selective repetitive interest or attempt. السوشيال كوميونيكيشن بتاع الاطفال دي بتبقى عندهم مشكله في السبيتش واللانجوج والاي كونتاكت معنى الاي كونتاكت الطفل ده ما يقدرش لما بص له ما يقدرش يبص في عينيه يعني الحته دي مش موجوده عنده خالص يعني مهما حاول اركز معاه ما يقدرش يشاور ولا يفهم التون اوف فويس بتاعه هو كل كلامه ملخلص يعني ما يقدرش يعبر بالتون اوف فويس ان هو زعلان ولا هو فرحان ولا هو عايز حاجه هو طول واحد بيمشي في حياته ما بيقدرش الطفل ده ما بيفهمش تعبيرات السخريه تعبيرات الاستعراض السركاز الانتروفايس اللي هي الكلام اللي تقول ان انا مثلا لو انا بقول مثلا الجمله دي فيها معنى ثاني هو ما بيفهمش غير الحاجه بالمعنى الصريح بتاعها بس يعني الكلمه بمعنى الصريح دي بس اللي بيفهمها social communication, social interaction. الطفل ده كمان عنده مشكلات جداً يعني sustaining relationship, engaging in conversation ما يقدرش يدخل في حوار ولو دخل في حوار لازم يكون حوار قصير ما يقدرش يطول الحوار مع حد او هو يتكلم لفتره طويله giving and receiving compliments ما يقدرش ان هو يعبر لحد بامتنانه عن حاجه ولا يقدر يعبر لحد انه زعلان من حاجه يعني showing concern to others الطفل ده ما بيقدرش يعمل ايماجينيشن ما يقدرش يتخيل حاجه ما يقدرش يحل مشكله على اساس المتخيل ايه الحل يعني لو عمل بالطريقه دي هيحصل كذا لو عمل كذا هيحصل كذا دي مش موجوده عنده اكتر حاجه مميزه باطفال الاوتيزم وعليها تنزيه ان هم عندهم unusual sensory response الاطفال في السنسوري ريسبونس بتاعهم بيكون يا اما عالي قوي زياده عن اللزوم يا اما قليل قوي زياده عن اللزوم سنسوري ريسبونس يا اما للمس ان حد يمسك ايده او يلمسه او ان هو يشوف حاجه بعينه مثلا الاضواء ممكن يكره جدا ان هو يشوف النور او بيحب جدا يقعد في اماكن ضغط عاليه ممكن يكون له دافري ان هو مثلا يكره جدا الاصوات العاليه لو اتحرك بصوت عالي هيحصل له باك تمبر ممكن يتعلق ان هو بيشم روايح دايما كل حاجه عايز يشمها ولو حاجه بيحبها يبقى بيتعلق قوي ويشمها كتير يعني جسدك تيست الطفل ده في حاجات بيحب طعمها وحاجات بيكرهها بطريقه يعني مش مبرره ليها ان هو بيكره الكاس ده والنيكي شوب كمان بتاع الحاجات هو انا معايا فيديو ممكن يلخص كل الكلام اللي احنا قلناه يعني هيبقى اوضح اوقع من الكلام ده كله هو الدايجنوستس بتاعنا هو اكتر هو الحاجه الوحيده بتاعتنا في الدايجنوستس هو الكارد بريكنج سيستم اللي هو تشايلد هود بريكنج سكيل ده الموست اكيوريت تيست اللي احنا بنعمله عشان نشخص في حالات الاوتيزم في حاجه اسمها الامريكان ساينتفك اسوسيشن اللي ادت لنا ستاتستيكال دايجنوزس في حاجه اسمها دي اس ال 5 الهدف منها ان انا لما بتوقع عندي الكرايتيريا دي ببدا اجمعها لما اوصل لسكور معين اقول فعلا الطفل ده اوتستيك ولا لا هي دي تيلز كتير وكلام كتير فمش هينفع بقى treatment of autism. Also, there is no known cure for autism. Autism is treatable. Persons with autism can make progress if they receive appropriate individual intervention. Yes, لو دخلت بدري هيبقى في نتيجة كويسة. أفضل إن أنا أتدخل هيبقى برضه ريزلت مش كويسة مع الأطفال. ممكن نحتاج إن إحنا ندي فارماكولوجيكال ثيرابي يعني بس ده علشان بعد
عندي سيمبتومز مش بعندي الاوتيزم مش ده هتفهم الاوتيزم انا بعندي سيمبتومز اللي حصل على الاوتيزم سايكوزس والباتيفر والحاجات بتاعت الاطفال دي بدي اسال كوتك بدي اسال ادريسر بدي بيتا بلوكرز مش احنا اللي بندي الحاجات دي احنا بندي على سايكاتري هم اللي بيصرفوا معانا اللاين بتاع التريتمنت البيهيفيرال ثيرابي ده اهم حاجه في التريتمنت بتاع الاطفال دي لان انا بحوله لطفل ما ينفعش يتعامل مع الناس لطفل قادر يتعامل مع الناس بس انا عمري ما الطفل بتاع الاوتيزم بيبقى طفل طبيعي هو كده كده هيكمل اوتيزم بس هيبقى قادر يبقى في كوميونيكيشن وسوشيال سكيلز يقدر يتعامل فيها اللانجوج في اطفال كتير منهم بيتكلموا وبيبقى في اطفال بتوصل انها بتتكلم وعمرها ما بتتكلم خالص تانيها كده ما بتتكلمش خالص بيشتغل باللانجوج ثيرابي وبيشتغل بالبيهيفيرال ثيرابي والفاميلي كونسلنج في حاجات بقى ثانيه اديشنال كده زي الميوزك ثيرابي النيو لايف عندنا زي الدولفين ثيرابي الهايبر لايف اوكسجين ثيرابي حاجات دي هي خاصه بينا اكثر مش بالاسبوع هي دي حاجه بس كده مهمه نعرفها احنا انا لو اتعاملت حد اوتيزمه الحياه المفروض ان انا اتعامل معاه ازاي مهم قوي ان انا يعني اريسبكت ان الشخص ده مش زي اي انسان طبيعي يعني. محتاج ان انا لما اتكلم معاه اتكلم بصوت يعني سلولي وكليرلي كلامي يبقى واضح ما اتكلمش بقى على استعراض الكلام وان انا يبقى اعمل ايه بقى بكلمه معينه المفروض هو يفهم المقصود منها لا انا كلامي لايف وواضح مش محتاج ان هو يفهم يعني. لازم الشخص ده قدير الوقت كافي يفهم المعلومه اللي انا بقولها له كمان المفروض ان انا يعني ما اعتمدش ان انا مش الاكسبريشن بتاعي هو هيفهمها هو مش هيفهمها ولازم لما تيجي الانستراكشن تكون شورت انستراكشن سنجل انستراكشن ايفري تايم هو اللي قدامنا ده طفل المفروض الطفل ده اوتيست بس يعني مرة الاولى عمرها ما حد هيقول ان الطفل ده عنده حاجه الطفل عادي خالص طبيعي اول حركه الطفل ده عملها عمل هاش لابل الهاند لابل دي بيعبر عن صاحب حاجه اللي هو مبسوط ان عمل حاجه دي اول حاجه من الحاجات اللي بتتصرف هما دول 10 في الطفل لو كنت طفل في السن الصغير ده اشد جدا ان الطفل ده يكون اوتيست شايفين حركه الايدين لابل موفمنت بتاعت الهاندز يعني دي تخليني اشوف الولد ده بنسبه كبيره جدا لان كل الاطفال اللي بيسكتوا بيعملوا الحركه دي كل الاطفال اللي شفناهم بيعملوا الحركه دي نفس الحركه هو دلوقتي الاطفال دول من هم من الحاجات بتاعتهم روتينيين قوي يعني الحاجات اللي بيحبوا يشوفوا جدا بيلعبوا في الميه بيحب جدا ينزل لو لعبه معينه بيموت كده لو لعبه جدا بتمل فبرضه التعبير عن الايموشن بتاعته بيكون بالحركه دي اهم حاجات تاني حاجة الأطفال دول بيمشي على طراطيف صغيرة تيب توي في أطفال ممكن يوصلوا لغاية 12 سنة أوتيستيك إي سي دي وبيعمل نفس الحركة دي أهلهم ده بيقعدوا يركبوا بيهم على طراطيف العظام والناس التانية ممكن يوصلوا في الأكل ما عندوش أي مشكلة أناتومي كده ولا مشكلة أورثوبيديك فبيطلع المشكلة الأساسية بتاعتنا هي الأوتيزم الحركة دي حركة الهادي الموفمنت اللي بيعملها للهيد عمال يهد راسه ويهد راسه مشكلتهم إن ريتم الموفمنت بتاعتهم ما بيظهروش لو قعد يعمل كده ساعة مش هيفهم ومش بيحس بالقلق يعني الحاجات بتاعتهم ان هم البين بتاعهم ضعيف ان هو مش بيحس بيه اصلا ومش بيتفق معايا بس هو الفكره مش الحكايه مش يوم ولا اثنين ولا اسبوع الواد يبقى كده في شهور يعني هو الطفل ده كمان صعب قوي ان ناخد منه حاجه هو متمسك بيها يعيط يعني جامد والتيمبر بتاعه بيبقى فيري باد تيمبر وفيري انكسايتي فما اقدرش ان انا اسيطر عليه يعني. هم على طول يعيطوا. هم لو كل الحاجات اللي بتبقى موجوده في هو في حاجه كانوا بيقولوا ممكن يكون حاجه اسمها ضعيفه يكون يعني حاجه في مشكله في الاكل البروتين والكالسيوم ده كان في برضه يعني وقالوا ان الاحتمال ان الميتابوليت بتبدا يتكون منها ميتابورم تقريبا مش فاكر اسمها سيري اللي هي الحاجه دي اوبيويد باي فهي بتديني الايفكت اللي هو بتاع الاعراض اللي هي والله بس ما فيش حد قال سبب الادوسه او سبب كذا سبب الاعراض كذا ليه واحد لاير والثاني نص لاير حضرتك حضرتك قلت في الاول عشان في جينيتك فاكتورز موجود
وبالتالي قابل للبريستيتنج فاكتورز ممكن بريسبوزو قبل البريستيتنج فاكتورز فكل ما اقرا فيها نوت يوفوز يعني الانسنس قد ايه بسرعه؟ واحد في كل 100 نفس
برضو اللي انا المفروض يعني ده اكتر من حوالي 6 5 سنين او حاجه في الثاني نفس برضو في ايده كده ثانيه ممكن مكان يلف الدوائر يقعد يحرك ايده تحويله مثلا ازازه 10 20 مره ما بيتهاش 100 مره ما بيتهاش يبص على حاجه بتتحرك لفترات طويله بس في ساينز كتير فيهم يعني هي دي تعتبر العشر صفات ان انا لو شفتها حطيت لها شكل كده يكون اوتيزم. Made
or a zero system. There's no communication with the airway. The clinical picture usually asymptomatic. Occasionally, it enlarges and becomes infected, leading to dysphonia, stridor, and rapidly increasing the airway obstruction. The diagnosis is bilocular. It's large and lavish lesion in the region of the eye and lactic form. The laryngeal disease is air-filled by the patient of ventricular sinus of organ. Maybe external pipe, internal pipe, and mixed pipe. External pipe extends beyond the limits of the thyroid cartilage. Internal pipe, the same light is through the laryngeal cartilage and mixed pipe is full. Clinical picture is intermittent dysphonia or respiratory distress and crying or straining. Rarely soft, flaccid and swelling in the neck above the thyroid cartilage, mostly external fibers. In the clinic tray, it appears as air filled there. The management in the laryngeal treatment of the cysts. If not possible, we do white mark polarization. If the cyst repair, lateral cervical approach, extending the higher thyroid membrane to the superior margin of the area of the thyroid cartilage. With some pericondylar resection of portion of the upper part of the area of the thyroid. Rarely, we do practice if required in severe thyroid stress symptoms. Lymphangioma, a cystic malformation sometimes termed cystic nigroma, that results from abnormal development of the lymphatic vessels. It may be macrocystic, usually infrathyroid, or microcystic, usually suprathyroid, or combination of both macro and microcystic. The management is we do debulking the lesion by microscopic vascularization using CO2 laser, tracheostomy if extended involvement. If it's blocked, the block is still true, used in the midline, but has a clip extending down to its superficial. It may be associated with cancer syndrome presented by feeding difficulties due to aspiration, stridor due to collapse, and reporting of the two halves of the epiglottis. The diagnosis is made by laryngoscopic examination. The management is amputation of the epiglottis and tracheostomy. Lofty anomalies. Laryngeal wave. Failure to complete canalization of the larynx. Lofty or rarely supraglottic may occur. The majority involves the anterior block, occasionally congenital, posterior, and intra-arytenoid wave occur. The anterior. Clinical picture, variable degrees of respiratory obstruction and dysphonia. There is respiratory stridor, weak, high, beachy, squeaky, or squeezy voice. We cry from birth and recurring through in infancy, raising the suspicion of its occasion. The management, small wave, leave alone. Longer wave, divide endoscopically with amine or CO2 laser. If thin, subsequent endoscopic dilatation via the nose. Thick wave, we do endoscopic peel. We insert endoscopic peel to prevent the recurrence and adhesion again. Longer and thicker wave with an adequate airway. Firstly, we do tracheostomy, the corrected air. 3 to 4 years via laryngeal atresia. In fact, it's incompatible for this wife, life-threatening condition. Unless it is associated tracheal fistula or emergency tracheostomy. Vocal cord paralysis is the second most common congenital anomaly of the larynx. Maybe unilateral or bilateral. Unilateral vocal cord paralysis usually acquired as a result of self-injury to the left deformed laryngeal nerve. Vocal cord is in inflamed position. There is weak cry, mild stridor, dysphonia, and confined aspiration. Surgical intervention is usually necessary in children. Either recovery care or vocal cord compensation care.
bilateral vocal cord paralysis, usually congenital abductor collar paralysis. The vocal cord voids in the paramedic position with consequent inspiratory stridor, normal cry, tracheotomy is necessary in 50% of these cases. The causes, most cases are intracranial. It may be a part of other diseases as hypercephalus, latent disease, arnold chiari malformation, congenital myasthenia disease, cardiomyopathy, or abnormalities of the great vessels, the mild congenital hypochondria. The management, 58% with eventually recovered. Infant with an inadequate airway and failure to cry were required as assistance. Endoscopic means a thoracotomy or electrolytectomy could be considered as age of 11 years or more. Salvage repairs, or named local salts. Epithelial wine depression barrel to the pH of the inferior vocal cord, not extending beyond the vocal process. It leads to stiffening of the mucosa and inhibiting the oscillation which leads to dysphonia. Clinical pictures in pediatrics, there is abnormal cry and dysphonia in the third. They know this by endoscopy, there is a groove along the inferior part of the vocal cord, and there is incomplete closure of the glottis. For the classification of salpingitis, there is three types. Type 1 physiological type extends to the lamina propria. Type 2 extends to the vocal area. There is moderate dysphonia. Type 3 extends to the pharynx muscle. Each two is less appearance, marked voice impairment. The incident is rarely presented in the child as a complaint, and main complaint developed as reversing the call in sheep count. Subglottic anomalies. Congenital subglottic stenosis. Due to defective canalization of the 5 cartilage or corner plastic, resulting in small intestinal thickening required for excessive submucosal soft tissue, is the third most common congenital anomaly of the larynx. Mild degree of stenosis present as inspiratory or palpitating stridor as the child becomes older and more active and recurrent through. Diagnosis requires microlaryngeal tubing or bronchoscopy. Myocardium gradient system, there is 4 grades, grade 1. From 0 to 50 percent obstruction of the airway, grade 2, 51 to 70% obstruction, grade 3, 51 to 99% obstruction, grade 4, there is 100% obstruction. Management. Yeah. Now, grade 4, yeah. Management. The management grade 1 usually requires no surgical intervention. Grade 2, laryngeal cochlear reconstruction with anterior cartilage grafting, generally without stents. Grade 3, there is mild degree and severe degree. Mild grade 3, we do anterior graft with posterior crypt lid supported by interluminal stents. Severe grade 3, anterior and posterior grafting with stenting. Grade 4, anterior and posterior grafting with prolonged stenting. There is partial three to prepare resection with an alternative technique. Laryngeal trachea resection involves the augmentation of laryngeal trachea complex by anterior or posterior midline incision of the cricoid with insertion of costal cartilage graft to expand the airway. The detail clinical rate 90% for stage 1 and 2, 80% for stage 3, then 50% for stage 4. Partial clinical trachea resection.
complete resection of the stenotic segment with end-to-end anastomosis of the trachea from to the steroid cup. 98% for primary and 92% for salvage service. Approximate mangioma, separate capillary hematoma, which enlarges rapidly up to the age of about 5 years and then involutes slowly. Gradually increasing stridor, the peak is at 6 feet. Life threatening condition is life in the narrowest part of the airway. 50% mortality if untreated, usually associated with external skin lesion. وبنحدد البروجنوزيس بتاعها حتى في الاوتر سكين ليجن. لو البروجنوزيس بتاعه كويس وبيتحسن فهنبقى بنبريدكت التحسن بتاعه اللي هو الانترنال سايز في اللارنكس هيبقى افضل. اندوسكوبي كومبريسبل بير شيفت ريد سويلنج ان ذا فاب لوكيك اون وان سايد. المانجمنت اف فيري سمول بريدين اور سي او 2 ليزر فابرايزيشن. Medium size, intralesion, steroid, and incubation is one. Large ones, primary subcutaneous resection. The very large, circumferential extension through the trachea or through trachea road to the surrounding tissues, reduce tracheostomy and waiting spontaneous evolution. Laryngeal and laryngeal trachea to care left. Laryngeal tip, failure of the posterior trachoid lamina to fuse. Laryngeal trachea of the gel tip, incomplete development of the trachea of the gel septum. Classification type 1 extends down through the vocal folds, type 2 below the vocal folds into trachoid cartilage, type 3 extends down into cervical trachea, type 4 extends through the thoracic trachea and may even reach the carina. Most have associated with congenital prominent white, tracheotomy, malicious, congenital heart disease, gastrocardia, and fibrosis, severe gastroesophageal shock, optic surprise, syndrome, cancer, heart syndrome. Clinical picture, type 1, came with synovitis attack of PD and recurrent chest infection. May be cited. By 2 and 3, dramatic aspiration with recurrent pneumonia, sometimes with stridor and abnormal drive. By 4, severe aspiration, stenosis, and incipient cardiac virus failure, and even the management. Bent inquiry upon the length of the leg. 4 to 1 to 4 to 5, 1 leg, with no aspiration, thickening of the PD. Significant aspiration or very short type 2, we do endoscopic repair of the cleft in two layers. This back has been ensured until suture lines have healed. Long type 2 and type 3, approach it anteriorly by extended laryngeal pressure with low tracheostomy to cover the procedure. After successful cleft repair, long-term gastrostomy proceeding, we do. By 4 leg, tracheostomy is unhelpful in stabilizing the airway. Short side until approached by cervical incision or long side lateral cervical approach in combination with cervical thoracic approached by a median sternotomy. The mortality rate is 14% overall and 66% in 5-4. Thank you. Stenic stroke is a rehabilitation of treating the problems in children. Cultura is strong. Let's have my mic. Effect of muscle tone, movement control, reflex retention, sensory development.
measurement of cognition, estimate, risk biological, cardiac, and other treatment complications, including direction. Evidence to support treatment for dyschezia is very helpful for children with disabilities. The evidence is developing, but again, the school. Pediatric eating disorder for children. Third, medical disease. Oral motor dysfunction. Oropharyngeal dyschezia is caused by motor impairment in the mouth or pharynx. Lip impact and throat delay is swallowing, broadening hypersensitivity when food enters the mouth, and suckling and chewing difficulties. In contrast, esophageal dyschezia refers to swallowing complication caused by motor impairment in esophagus. It's often described as if food is stuck in the esophagus. Collectively, as the lip develops, facial dysmorphia is resulting in convulsive chromosome syndrome, such as Down syndrome, and Cushing syndrome, and Edward syndrome. Gastrointestinal mobility disorder, feeding through business and mental conditions, Thank you.
focus in all three different generations which should be governed for each process and four steps to the main people action which smells, touch, and taste, and who finally sees. Each one of these steps is then broken down again into three different generations with more time before moving forward. You might be surprised to know that there are 52 steps to each child and each positive adjustment for every level of every level of the who have permanent hearing loss as early as possible. This means parents can get the support and advice they need right now from the children. In need of hearing screening, criteria of hearing screening tests should be number one, rapid, number two, simple, number three, reliable, number four, common. Why should we screen for hearing? Number one, first deficit. Living language screening program, the first deficit in vocabulary. If early and appropriate intervention, children will develop speech and language social skills as normal peers. Availability of acceptable technology for screening. يعني احنا اول حاجه احنا بنعمل screening لكل الاطفال اللي بتولد على مستوى الجمهوريه. ليه؟ عشان يرلي detection before age of 6 months for intervention. لان كل ما نعمل intervention بدري كل ما نقدر الطفل ده يتطور speech language و social skills as normal peers. وده اللي هيديله school achievement بعد كده و employment opportunities لما يكون أدو إن شاء الله. The availability إحنا عندنا the acceptable technology for screening tests and عشان كده إحنا بنعملها واعتمدنا إن ده training focus. The impact of the hearing loss on children. إيه اللي يحصل لما الطفل يكون عنده hearing loss؟ أول حاجة لما بيبقاش في speech language development تبقى delayed أو أبعد حسب الـ state of the hearing loss موجودة عند the child أو الـ infant. يبدأ يحصل بعد كده communication problems وبعدين communication problems ما بيبقاش في interaction ما بين الـ infant وما بين الناس اللي حواليه. ده بيأدي لنا إلى learning problems بيعمل dyslexic under achievement. بيأثر على social behavior بيأثر على الـ infant ده لما يكبر child mood يبدأ يحصل له throwing أو aggressive. Joint Committee, the Joint Committee on Infant Hearing, endorses ear detection of and intervention for infants with hearing loss. The goal of early hearing detection and intervention is to maximize linguistic competence and literacy development for children who have deaf or have hard of hearing. Result appropriate without appropriate opportunities to learn language, these children will fall behind their hearing peers, communication, cognitive reading, and social emotional development. Such delays may result in lower education and employment levels in other children. To maximize the outcome of infants who are deaf or hard of hearing of all infants should be recommendation screened.
and no longer than 1 month of age. Three questions for successful program. Number one, definition of the program goal. Number two, selection of the target population. Number three, selection of the tests that are included in the establishment of normative data, objective cost, field criteria, arrangement of diagnostic follow-up, spot contact with appropriate materials. Five of the neonatal hearing screening. النيتال هيرنج سكريننج بحثه حاجتين، أول حاجة اليونيفرسال يعني السكريننج اللي بعمله على مستوى الجمهورية كل الأطفال، أول ذات بيرث اللي موجودين لو فايروس هما اللي بعملهم. طيب بعمل بعد كده تارجت سكريننج في سيرتن جروب أوف إنفانتس بعمل لهم تارجت سكريننج بكمل لهم بقية الانفستيجيشن اللي هما هاي ريسك بوبيليشن. تارجت سكريننج أو هاي ريسك ريجسترز الأسباب بتاعتها أو كل الناس اللي أنا باخدهم بعد كده اكمل لهم الباتر بتاعت السكريننج تيست. اول حاجه الناس اللي عندهم فامي هيستوري او بوزيتيف هيومانيتي كونجنتال انفكشنز فاميلا او سيفلس برين فيشر انوميليز لو بيرث بريك اقل من 1000 ونص جرام هايبر بالوربيديميا اوتوتوكسيتي بكتيريال مينجايتس برولونج ميكانيكال فنتليشن ان اي سي يو ام ام كونجنتال سيندروم وسيري بلاس. وين تو سكرين جوينت كوميتي 2007 اون هيرنج on infant hearing. قالت ان احنا بنعمل screening 1 month of age. ده universal screening. يعني كل الاطفال هتكون بعد كده complete diagnostic evaluation by 4 months. ببدأ اعمل battery factor screening عند the age of 4 months. بعد كده بعمل intervention maximally by the age of 6 months. Methods of neonatal screening بستخدم ايه في screening؟ اول حاجه الاوتو اكوستيك ايميشن، ثاني حاجه الاوتوماتيك اي بي ار، ثالث حاجه الاوتو اكوستيك ايميشن اند اي بي ار، رابع حاجه اي اس اس دي. Frequently used protocols. The protocols that I'm doing is between 48 hours after birth. Autoacoustic emission is the first hospital in case of self response. That are between for diagnostic protocols at the age of 4 months for phase case. Automated CPR. The only method to detect neural hearing loss. Access of CPR as I see for HL 100 microsecond flex reveals mild and more severe. Automated AVR procedure for automated AVR three surfaces should be placed on the head of the infant. One on each mastoid and one high forehead. Insert receiver or cut and throat is inserted into the ear canal. That is an AVR, automated AVR on little screen. هنا عندنا ده الكف طب الترود وده الترود اللي على الفوهي وده برضه يخش في الاوتوماتيك اي بي ار فيز. اي بي ار النيتال هيرنج سكريننج باس فيه كرايتيريا ريلايبل اي بي ار ويف 5 ايفولد باي 35 اتش ال كده يبقى باس الضغط ده يبقى نورمال. ديتكشن اوف ويف 5 سكريننج بارامتر اوتوماتيك ديتكشن اوف اي بي ار اوتوماتيك اي بي ار statistical technique based universal non-age specific. Template based or age specific typically is due to 2 months of age. Advantages of AVR or neonatal screening. Objective AVR or neonatal screening. Objective screening for cognitive function. Measure brain cell integrity. Recommended to detect. Auditory neuropathy, spectral disorder, and ICU. Limited interference with ear canal debris or medical infusion. Automated AVR is time consuming, high intensity, portable, easily performed. Disadvantages of AVR or neonatal hearing screening. Needs elaborate equipment and the throat. Effect of maturation, interference with equipment on neonatal on ICU. Two stages, autoacoustic emission and AVR screening. On autoacoustic emission, this is followed by AVR screening for those infants not passed autoacoustic screening. 100% sensitivity, low hearing rate for of 300, detect of the three neurologic cases. These peaks, let them show up in the AVR in the knees.
ويف 1 هيديوت اللارج ذان ادلت عشان يبقى السايز بتاع البرين او السكال صغير، الكوبيا تبقى كلوزر تو ذا الكترون. ولكن في اف ار ما بين ويف 1 وويف 5 تبقى لونجر ذان ادلت. دي كريتيريا اللي بتختلف في الـ ABR الأطفال عن الأطفال، وده اسمه ABR الـ conclusion automated ABR is integral part of smart communication or communication hearing screen. It must be applied to all neonatal ICU children. Thank you. مشاكل كده لحضور الدكاترة وشرفنا جدا حضوركم معانا، وان شاء الله الى لقاء قريب ان شاء الله. شكرا. بعد اذنكم يا جماعه اعرضكم كلكم اتفضلوا هنا، هناخد صوره جماعيه بعد اذنكم لان بنطلع بره ما نتفقش.